شلون موت لو تعيين ابدا. ما بالنسبه للمحافظه جاي تمارس، دور تكميم الافواه، جاي تجي اتصالات بان يقولون نقيم عليكم دعاوى قضائيه. من وين هالاتصالات سيف؟ من المحافظه. المحافظه المحليه بذيقه. نعم احنا بالنسبه ان رحنا زين نطالب انت مو ذكرت انه هو المحافظ يعني متضامن وياكم ويعني يحاول انه يدافع عن حقوقكم مطالبكم، يعني شنو السبب نعم يوم تجيكم التهديدات من المحافظه؟ نعم هو بالنسبه للدكتور محمد هادي كان يعني واقف في شريحه الخريجين، لكن رحنا احنا نطالب لان طالبه يعني بحقوق المعتصمين بخصوص عقود المشاريع او رواتب عاطلين للمتزوجين. لكن بعد ما قلنا له يا عمي يا دكتور شوف لنا وضع الخريج، قال والله انا بالنسبه لي صاروا 30,000 وبعد ما مشيكم على عقود المشاريع وما عندي مال رواتب العاطلين وكل شيء ما عندي، وش يسوون سووا؟ فتعرفين هاي تعتبر نرفزه للخريجين. فاحنا بالنسبه يعني دراستي الكريمه شخص ويقول لك اكيد يعني يعني شويه تنرفز، لكن انا رسالتي اوجهها له هو قبل المحافظه، يعني ما ممكن المعتصم اللي يحاكيك ان انت مباشره ان تتنرفز من الخريج ومباشره ان تخابر يعني الجهات بعدها القضائيه. انه تعرضتوا لتهديدات من المحافظه؟ اي نعم يعني مباشره بس طلعنا من المحافظه وصلنا الخبر بان يا اما يجيبون عشائرهم يعني عشائرنا احنا نعتذر من المحافظ، يا اما ان تكون هناك دعوه قضائيه ويزجنا بالسجون. زين انتم شنو يعني الإساءة اللي سويتوها؟ احنا بالنسبه ان اي اساءه ما صدرت الرجل المحافظي قال احنا بالنسبه ان قال عقود المشاريع بالنسبه ما لكم ورواتب العاطلين كل شيء ما لكم، وانا بالنسبه لي رجال جزعت على قولتهم جزعت وزعت كل شيء ما بيدي. فاحنا بالنسبه ان قلنا له يعني على هذا كلامك تريد ترجع الناصيه المربع الاول، لا انت رايح لبغداد وقاعد هناك وتطالب بحق هاي الخريجين النايمين بالشارع، ولا انت مسوي حل، يعني اضغط على الحكومه، اضغط جيب لنا عقود، جيب لنا اجور، جيب لنا اي شيء حتى لو بالمجان. يعني هذا الكلام سيف ما بي شيء ولا يزعل اي شخص، يعني شنو السبب اللي خلاه يزعل من هذا الكلام وتوصل لمرحله التهديد؟ نعم نعم وقلنا له احنا بالنسبه يعني انت على هذا الكلام تريد ترجع الناصيه المربع الاول، قال انا بالنسبه لي ست الكريمه، قال انا بالنسبه لي هسه راح اطلع قدام الاعلام واقول الاعلام واقول بان سيف البوسوي وربعه اللي اجوني ابتزوني على درجات الف درجه وظيفيه وعلى كم درجه، قلت له يا سياده المحافظ انا ما حكيتك ولا ابتزيتك ولا ساومت على هذا الشيء. فما بعد ما رجعنا للبيت صار اتصال مع مديريه الامن الوطني وبعض الجهات بان المحافظ كان ينوي بان يقيم علينا دعاوى قضائيه، وبالفعل فاحنا منتظرين الاجراء. يعني قلت لهم احنا بالنسبه لنا ما نخاف من شنو نخاف؟ يعني سواء كان يتخذ بنا الاجراء خليه يجي يشيله، ما عندنا اي شيء. خلينا نشوف شنو الوضع. وانا قلت له يعني اذا احنا اذا شال كممثل او شال كمعتصم، هاي المعتصمين 1940 يعني يسكتون؟ ما ممكن ومستحيل، يسكتون. زين سيف هذا الكلام ايش قد صار له؟ تقريبا صار له اسبوع. ها يعني بالجديد. اي بالجديد. و زين شنو الاجراءات اللي انتم اللي يعني اللي سويتوها؟ اتجهتوا للقضاء مثلا؟ نعم. سويتوا دعاوى؟ نعم احد الاخوه ويانا اخ احمد هو كان ممثل هم عن القانون ويانا ذهب الى نقابه المحامين واجتمع تقريبا باكثر من 70 الى 100 محامي. زين. وطلب من عندهم في حال تعرضنا لاي شيء، في حال احتقال، في حال عفو، في اي شيء يعني تعرض لا سامح الله. قالوا احنا بالنسبه لنا كنقابه محامي احنا ويا الخرج يعني واقفين قلبا وقالبا، واي شيء يصير عليكم يصير علينا.